المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللي أعلن عن تنظيم الدورة 22 من مهرجان الكويت المسرحي الذي سيقام غدا الخميس تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري، وراح يستمر المهرجان حتى 29 من أكتوبر الجاري. الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري يقول في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس أن مهرجان الكويت المسرحي يعتبر نشاط سنوي يضم العديد من الفعاليات، وأضاف أن المسرح له دور كبير في تسليط الضوء على قضايا المجتمع وعلى العديد من الأمور المؤثرة في الكويت ودول الخليج والوطن العربي. نتابع. إيمانا بالدور الثقافي الذي يلعبه المسرح في دولة الكويت، جاء المؤتمر الصحفي لانطلاق مهرجان الكويت المسرحي بدورته 22 بمشاركة ممثلي 6 فرق مسرحية أهلية وخاصة. الدولة ترعى الثقافة، وهذا نص دستوري يدل على بواكير حضور الاهتمام الثقافي بدولة الكويت ورعاية كريمة مستدامة من سمو رئيس مجلس الوزراء لأكثر المواسم الثقافية حضورا. نحن الآن أمام مهرجان كويتي مسرحي يعتبر نشاط ثقافي حقيقي وليس عادة سنوية تطلق من خلال الفعاليات المستمرة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. فنحن نعتقد جازمين أن المسرح هو رافعة أصيلة لقضايا المجتمع، هو الصوت المسموع الذي يخالج صدورنا تجاه كثير من الأمور التي نشعر بها ونتفاعل بها في وسطنا الكويتي الخليجي العربي. يفتتح المهرجان أنشطته باحتفالية فنية يستعد لها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حالياً، ويشهد مشاركة 6 عروض مسرحية. راح استعرض معكم فعاليات مهرجان الكويت المسرحي. راح يكون عندنا 6 عروض مسرحية سوف تشارك لهذا العام. مع الأسف ما كان 7 عروض مسرحية، ولكن اليوم الصبح وصلني كتاب اعتذار من فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية بوجود عنصرين أساسيين في العرض المسرحي تعرضوا لوعكة صحية، نتمنى لهم الشفاء، اللي هو أخونا خالد المفيدي تعرض لوعكة صحية، فتم الاستعانة بمحمد الكاظمي، وقبل يومين أيضا تعرض لوعكة صحية ما يقدر أنه يستمر معاهم في العمل. لذلك الفرقة بعد مشاورات مع أعضاء هيئة التدريس توصلوا للاعتذار عن المشاركة في المسابقة الرسمية، ولكن سوف يتم مشاركتهم من خلال عمل مسرحي تحت عنوان الواشي من تأليف برتولد بريخت وإخراج مصعب السالم. تنطلق العروض في اليوم الثاني من حفل افتتاح المهرجان، وذلك في 8 مساء على خشبة مسرح الدسمة بآلية تنظيم جديدة لدخول الجماهير. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.